الكلام يعني شيء مهم بالنسبة لنا، والتواصل الاجتماعي شيء مهم. يعني ليش فتحنا هالقناة اليوتيوب؟ هو للتواصل الاجتماعي، تلفزيون وكأرشيف وكمخاطبات. يتواصل مع ناس وشعب وشباب، خاصة اليوتيوب هذا أكثر الشباب اللي يتواصلون فيها، والشباب هو المستقبل. أكبر شيء إنجزت دولة الإمارات هو أنتم المستقبل. يعني فكل شيء ننظر إليكم، نبغى نتخاطب وياكم، نبغى نتكلم معاكم، شو آراءكم وشوفون شو آراءنا، حتى نحن نمشي على الطريق الصحيح. فهذه وحدة من هاي الوسائل اللي هي تقرب من بعضنا البعض.